أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى في الكفار تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وبين قوله تعالى بعضهم أولياء بعض؟ نعم، هذا في القلوب، قلوبهم مجتمعة على الباطل، ولكن لا يجتمعون على نصرة بعضهم لبعض، فهم وإن كانوا مجتمعين على الباطل متفقين عليه، إلا أن كل واحد له مقمع له غاية ليست للآخر، فيتفرقون حسب مقامعهم حسب شهواتهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.